الفاصل سألت الأستاذة نجلاء سؤال بالظبط، يلا جاوبيني عليه. ايه ذنب اهل الزوج طبعا انها تتحرم؟ مش بيحصل دايما لما يعني السؤال لازم يكون ايه بدايه المشكله وايه اللي حصل خلى الام تخاف قوي على اولادها كده من الزوج او من الاب ومن الاهل. اكيد كان في صراع وكان في محاكم وكان في سنين ضاعت من الام جوه المحكمه وفي حقوق ضاعت وفي اهل الزوج ما وقفوش معاها من البدايه بل ممكن يكونوا هاجموها وممكن يكونوا سبب الطلاق ده. هي انها ما تخليهمش يشوفوا الطفل، هي شايفه ان ده بيضدهم ولا ضد الطفل؟ هي حته ان هم ما يشوفوش الطفل، بما اني بسمع من سيدات كتير وطبعا برضو ده عشان ما حدش يقول مش كلهم، في ابهات كتير مظلومه وفي امهات كتير مظلومه. طب نعمل ايه في الابهات المظلومه؟ يعني نعالج ده ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ نعالج دوت لو هنتكلم على الموضوع بتاع الحلقه الاستضافه، هتبقى الاستضافه باذن الحاضن والمحضون. باذن الحاضن والمحضون، يعني نستاذن الطفل يقعد مع باباه؟ مش نستأذن الطفل يقعد مع باباه، في حاجة عندنا اسمها ثقافة الانفصال. للأسف اللي احنا بنتكلم عنهم دول أو اللي احنا بنتكلم عن مشاكلهم دول، مش دول كل الناس اللي تم الانفصال واحنا جايين بنتكلم. في ناس انفصلت وما سمعناش صوتها لأنها بتتعامل برقي، اللي هو بيقولوا عليه الطلاق الشيك. بالظبط، اللي هو حضرتك الشقة ديت بتاعة الأولاد خليكي قاعدة فيها، الأولاد دول نفقتهم كذا هتاخديهم، فبالتالي في نوع من ثقافة الانفصال. فالاب مش محروم من اولاده، مش هتلاقيه اصلا متابع اصلا كل البرامج دي لانه عايش حياه طبيعيه هو واولاده برغم ان هم انفصلوا. تقصدي اللي بيعمل مشاكل هو اللي متابع، هو اللي اللي بيحرم اولاده سنين طويله من النفقه، اللي ما بيدفعلهمش مصاريف المدارس، اللي ممكن يكون هدد الام ان هو يخطفهم او ياخدهم، اللي طلع الام هي واولادها من بيتها يعتبر رماها في الشارع. هو ده اللي بعد السنين الطويلة اللي هي عاشتها في المحكمة حصل عندها نوع من الانتقام، أو شوف أنا بقولك أو نوع من الخوف من اللي هي شافته، فبالتالي بتخاف على أولادها من الأب ومن الأهل. دكتور محمد، أنتم متهمون أنكم ما بتصرفوش على أولادكم عشان كده بتتعاربوا وما بتشوفهمش. مش كلهم. ما هو أنت قلتي إيه؟ قلتي أنا بقول مشاكل إحنا بنتكلم الناس التانية. أنا مرأة تمام وعايشة حياتي كلها مع مشاكل المرأة. لا في سيدات كتير بيتصلوا بالأب. يا أستاذة نجلاء حضرتك أوكي. قلتي إيه؟ قلتي أنت مش هتسمع الناس اللي اتطلقت بشكل هادي أو طلاق شيك عملوا مشاكل أو متابعين حتى البرامج دي. بالزبط. يعني اللي متابعين واللي هم عاملين حملات هم اللي عاملين مشاكل، يبقى كده أنت بتتهمي الأستاذ محمد بأنه عامل مشكلة. خلينا نسمع رده في المسألة.